بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبدأ في المحاضرة الثانية الخاصة بالرزرفوار سيميليشن. طبعا عارفين نحن ان الرزرفوار سيميليشن كيف ما قلنا يعتمد بالدرجة الأولى على الانبوت داتا. الانبوت داتا اللي هي من وين بتجي؟ بتجي من الويلوك داتا، بتجي من الكور داتا، من السكال داتا، من البي في تي داتا، والهيستوريكال داتا، والسايزميك داتا، والجيولوجيكال داتا. هذه كلها طبعا الداتا ريكوايرد حتى اني انا نعمل او نبدا في عمليه ريزرفوار موديل بيلدينج. طبعا بعد ندخلوا كيف ما قلنا البروستي والبرمابيليتي والساتوريشن، محتاجين ان احنا نديروا حاجه يسموها فيها الاب سكيلينج. الاب سكيلينج اني انا مثلا يكون عندي، تو نشوفه في الامثله اللي جايه، ان يكون عندي مثلا عدد 100 سيل، عدد 100 جريد سيل، اوكي، كل جريد سيل فيها مثلا بروستي بقيمه معينه، تمام. فانا نبي ننقص العدد الجريد سيلز طبعا نفس الحجم، فشن ندير؟ نحاول ان ندير اب سكيل اني انا ندمج كم سيل في بعضها، طبعا يكون مقاربات لنفس الارقام، مثلا تكون بروستي قريبه من بعضها، فندير عمليه دمج بحيث انا ما اترش على الخصائص الرئيسيه بتاعت الريزرفوار موديل. فبالتالي نبدا في عمليه الاب سكيلينج. طبعا تعتمد على الريزرفوار بروبرتي اللي انا بندير لها عمليه الاب سكيلينج، زي مثلا الار ار تي او الريزرفوار روك تايب لو كان لايمستون، ساندستون، اي نوع من انواع الريزرفوار روك. فبالتالي بيكون انتجر فاليو، انتجر فاليو يعني عدد صحيح. سوفت وير يوزز ذا موست اوف تو ديترماين ذا ار ار تي اوف ذا اب سكيلد سيل. يعني لو عندي 3 سيلز، 2 منهم مثلا ساندستون، وحده لايمستون، فالسوفت وير يختار الموست اوف، الاغلبيه اللي هي تقول ان لا، الريزرفوار اللي عندي بيكون لايمستون، ونتجاهل او يدير عمليه اجنورنج لي السل اللي هي خاصة بالساندستون. فهذا كمثال بس. بنشوف مثلا هنا لو عندي مثلا 2 1 2، 2 مثلا هذا ريبريزنت اللي هو ساندستون، 1 اللي هو لايمستون، 2 مثلا ساندستون. نفس الكيفية طبعا هو مختار، لما ان شاء الله نشتغل عملي بتوضح الصورة هذه، اننا بنختار رقم يمثل نوعية ريزرفوار روك. مثلا 2 نختاروه لايمستون، و1 نقوله هذا ساندستون. خلاص يجي المودل شنو يختار؟ يختار الموست اوف، اكثر شيء متكرر عنده بيختار اللي هو 2 اللي هو لايمستون. فبالتالي يختار انه يقول الريزرفوار بتاعي او الطبقه هذه بالكامل لايمستون، مع ان عندي طبقه ساندستون اللي هي دار لها اجنورينج. اوكي، البروستي طبعا عمليه الاب سكيلينج تختلف شويه عن الار ار تي. هنا نستخدمه في الغالب السمبل ارتماتيك افريج، المتوسط الحسابي العادي جدا. يعني مثلا عندي 3 سيلز فوق بعضهم، مثلا 0.21.1.14، نجمعهم مع بعض نقسم على الثلاثة يعطينا الافرج. هيك قدرنا عملية اب سكيلينج. اوكي، وهذا يسموه فيه ستاتيك موديل. ستاتيك موديل فيه جريد سيل عدد كبير. الدايناميك موديل طبعا بنحاول نديره بعد الاب سكيلينج، فبالتالي نحصله، تخيل ان 3 سيلز حصلنا سيل وحده بنفس الفوليوم بنفس الحجم، ولكن نقصنا عدد السيلز باش نقصه في الران تايم. نفس الكيفيه هنا طبعا هذا يوضح لي ان الكيو 1 كيو 2 او البروستي 1 بروستي 2 بروستي 3 المجموع او الديناميك موديل اللي هو الحاصل المتوسط انتهى. اب سكيلينج اوف بيرمابيليتي، طبعا البيرمابيليتي هي دايركشنال بروبرتي، يعني عندها اتجاهات. عندي حاجه يسموها فيها كي اتش، وعندي حاجه يسموها فيها كي في، كي هوريزونتال وكي فيرتيكال، تختلف. الاب سكيلينج اوف بيرمابيليتي از مور كومبليكيت، هنا بيكون معقد شويه، لكن نبغى نتفقوا انه لو كان عندي فيرتيكال بيرمابيليتي بيكون نستخدم حاجه يسموها فيها الهارمونيك افريج، ولو كانت هوريزونتال بيربابيلتي بنستخدمه السمبل ارثيماتيك افريج. اوكي، هنا مثلا اب سكيلينج اوف بيربابيلتي، هنا لو كانت عندي هوريزونتال 110 200 310 مقسومه على الثلاثه تطلع لي كم؟ حوالي 300 310 تقسيم ثلاثه تقريبا، هنا في خطا في الرقم، لكن هو المتوسط نتاعهم. ولكن مع الهارمونيك افريج هنا بيختلف الكلام شويه، اني انا بناخذ نمبر، مثلا هنا عندي 100 10 200، تمام، عندي 3 سيلز، نختار نقول الافريج يساوي العدد اللي هو 3 على 1 على القيمه بتاعت كل وحده، مثلا 3 اللي هي عدد 3 سيلز او 3 قيم عندي، 3 على 1 على 100 زائد 1 على 10 زائد 1 على 200 ونطلع الناتج. هذا يسموه فيه الهارمونيك افريج اللي يستخدم في الفيرتيكال بيرمابيلتي.
هنا نشوف مثال للاب سكيل. طبعا هنا نشوف ان عندي عدد كبير من الجريد سيلز. شوفوا هنا مثلا هذه سيل، هذه اللي فوق، هذه سيل، هذه سيل، هذه سيل، هذه سيل. نشوفوا مثلا هنا نشوف بس البن، نشوف مثلا هنا نشوفوا هنا جريد سيل هذينا. نشوفوا هنا في الجهه المقابله ايش درنا، عمليه اب سكيلينج، يعني نقصنا من عدد السيلز. تمام، نشوف هنا السكيل بتاعنا مثلا هنا من صفر للالف، هنا من صفر للالف نفس السكيل. نشوفوا هنا مثلا التدريج بتاعي الاخضر شن بتاعني حوالي بين العشرة او البوينت بوينت 1 والعشرة ملي دارسي، وهنا ما بين او من العشرة للالف حوالي نشوفوا هنا الاحمر. طبعا هذا البرمابيلتي بتاعي انا. نشوف ان هنا عندي عدد كبير من السيلز، هنا دمجها لي مثلا هنا. نشوفوا هنا لو لاحظ هنا سل وهنا سل، اوكي، لكن نجي هنا بنفس المكان نلقى مجموعة كبيرة من السيلز. هذا هي فكرة الاب سكيل، هذا الفاين سكيل اللي بنبدأ به وبعدين نديروا عملية اب سكيلينج باش ننقصوا عدد السيلز، اوكي. نجو بعدها للفلويد بروبرتس ديسكريبشن. طبعا عندي شنو معناها الفلويد بروبرتس، يعني انا بنوصف الفلويد اللي موجود داخل الريزرفوار. وانا وصفت الروك الريزرفوار كبوروستي كبرمابيليتي كريزرفوار روك تايب كستراكشر كشكل كفولتس كغيره. تو بنبدا نوصف الفلويد اللي موجوده في اي عمليه بالترتيب ومراحل. السكشن هذا يتعامل قالك مع الفلويد، الفلويد طبعا اللي هي تدير عمليه فيلم للريزرفوار روك. الاويل والغاز والفورميشن ووتر بروبرتس ار كفرد اندر حاجه يسموها فيها البي في تي، بريشر فوليوم تمبريتشر سكشن. Regarding the fluid properties, there are two types of models. بغض النظر طبعا هنا قال لك على fluid properties، عندي نوعين من المودلز طبعا بناء على fluids. عندي البلاك اويل موديل والكومبوزيشنال موديل. بلاك اويل موديل وكومبوزيشنال اويل موديل. البلاك اويل موديل هنا شن قال لك؟ قال لك يتعامل مع الفلويد فيسز او الفلويد فيسز. شو معنى الكلام هذا؟ معناها مالش علاقة بالكومبوزيشن. تمام، the black oil model is the most common with the properties such as formation of oil factor density solution gas oil ratio and oil viscosity as a function of pressure are entered as a table format in the dynamic model. اوكي، هذا بالنسبه لي البلاك اويل موديل اللي يتعامل مع الفيسز، مالش علاقه بالتركيبه بتاعه الاويل، له علاقه بالفيسز. عندي اويل ووتر جاز، فهنا بناخذ الخصائص بتاع كل واحد فيهم. اوكي، الفورميشن فاكتور وكذا كذا، هذه خاصه بالمي. الكومبوزيشن موديل ريكوايرز الايكويشن اوف ستيت. الكومبوزيشن موديل بنتطلب شنو؟ الايكويشن اوف ستيت باش نوصف بها شنو؟ السي 1 والسي 2 كم عندي تركيبه. هذا نستخدمه في الغالب في حاله انه يكون عندي جاز انجكشن. لما بنتعامل مع الجاز انجكشن هنا ما نقدرش نستخدم البلاك اويل موديل، بنستخدم الكومبوزيشنال موديل. لكن لما يكون عندي ووتر انجكشن هنا بنستخدم شنو؟ البلاك اويل موديل. اوكي؟ طبعا هذه خاصة بالبلاك اويل موديل. مثلا هنا الفورميشن فوليوم فاكتور متدرج من صفر لل 1.8. هنا عندي الفسكوستي بالسنتيبواز، وهنا عندي علاقة فانكشن في البريشر. نشوف مثلا هنا علاقة الفورميشن فوليوم فاكتور بالبريشر، كل ما يزيد عندي الى حد معين. طبعا نعرف ان هنا عندي البابل بوينت بريشر اللي هنا تقريبا 2000. تمام، وبعدها يبدا في انتظام. هذا بالنسبه لي البلاك اويل موديل وكيف اني انا او بالنسبه للبي في تي داتا وكيف انها هي تدخل ك ك ك كتيبل داخل السوفت وير. طبعا كل الداتا هذه تو ان شاء الله لو اشتغلنا عملي باذن الله بنشوف كيف نقدر نشتغلوا على السوفت وير، كيف نقدر نشتغلوا ونطبقوا تطبيق عملي مباشر على السوفت وير. وان شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.